اهلين وسهلا اخي مرني. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه والاكرام. هون دار ابو بدر. وصلت اخي هون بيت ابو بدر. مين حضرتك؟ انا ابو الزام من ابضايات دوما وجايك بشغلي اخي. اي اهلا وسهلا شرف اخي. تفضل تفضل. خذونا طريق. يلا يلا. شبي قلت لي يا اخي ابو الزين انت من وين حضرتك؟ من دوما ابي. الله محييك محيي اهل دوما كلياتهم والله. تسلم يا طيب. تسلم ابي. امرني يا اخي. اخي انا فتلت الشام كله عليك والحمد لله اني لقيتك. ايه الحمد لله لقيتني وما تعذبت اكثر من هيك. كان قلبي يعني بدي ينحرق عليه. الله لا يحرق لك قلب اخي. إيه؟ ابوك الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه بجاه الحبيب محمد هو وكل الاموات تبعنا. الله يرحمه. امين. إيه؟ كون متدين من ابي 200 ورا. ابوك كان متدين من ابي 200 ليره. شو بنا بدر؟ ابوك المتدين من ابي 200 ورا. ابي انا متدين 200 ليره. وهي السند ليكو اقرا. أمي إمتى تدين 200 ليرة؟ بعمره بحياته ما كان معه 200 ليرة. دخلك وين 200 ليرة؟ أرجيني إياها. شو عم تخوض علي يا بدر؟ هي ما بتنقرا هيك، هي بتنقرا هيك. والله يا أخي أنا ما بعرف أقرا. أخي خلينا نقوم عن شيخ الحارة، قوم. شو بدنا نعمل عن شيخ الحارة بس؟ يعني أبي مات وما قال لي إنه متدين 200 ليرة، كل عمره من وقت ما ولدت لوقت ما مات ما صرف 200 ليرة. ما هي السند قدامك وأنا حاضر إني أحلف. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يعني إمتى تدي ال 200 ليرة؟ أخي خذ لي طريق خلينا نروح. قوم. يلا 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 200 ليرة. ويا لقامتك يا فوزية، ويا لقامتك يا فوزية. 200 ورقة؟ من وين إجت نحن مصيبة؟ من وين إجت نحن مصيبة؟ السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أبو بدر، شلونك؟ والله الحمد لله يا شيخي. شيخي شوف لي هذا السند، الأخ هون عم بيقول إنه أبوه متدين من أبي. أبي متدين من أبوه 200 ليرة. 200 ليرة؟ إيه شيخي 200 ليرة. وهي السند شرف اقراه حتى تشوفه صح مو ملعوب فيه. السند مضبوط يا أبو بدر. أم مهور من العادلية، يعني الزلمة حكيه مظبوط. بس فلا صغرة يا أخي ولا تأخذني، لازم أتأكد منك ومن وانت، لا تزعل مني. حقك شيخي حقك. وإمتى ما بتحب تجي على دوما وسأل عني المختار. أبو بدر بدك تروح على دوما وتتأكد أنه هو الزلمة، وبس تأكدت أنه هو صاحب السند الميتين ليرة بدك تدفعه أنه هدول الدين برقبتك. لك انا شو دخلني؟ ابي هو اللي متدين. بعدين يا شيخي انت بتعرف الحاله، انا من اللي 200 ليره. هذا حكي ثاني يا ابو بدر. انت بدك توفي دين ابوك مشان الله يسامحك بالدنيا ويغفر له. بعدين الدين حق واجب عليك تدفعه. يعني اذا الزلمه رضي يخصم لك شوي فالله يبارك فيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك يا شيخي انت بتعرف البير وغطى. انا معي ليره لحتى اكل. ما بتشوفني طول النهار عم بتاوب من جوعي، من وين بدي اجيب له 200 ليره؟ بعدين ابي وين صرف ال 200 ليره؟ ايوه وان شاء الله ما حدا تاذى بهالحريقه. لا والله ما حدا تاذى. دخلك كيف صارت ابو بدر؟ شو بعرفني؟ انا بشو وانت بشو يا فوزيه؟ انا بهالدنيا اللي كسرت لي ظهري وانت بحريق الفرن. شبك عم تعيط علي؟ شبك عم تعيط علي؟ ما صار شيء، ما عم عيط عليك، بس عم اقول لك انه هيك صار فينا. ايه خلص خلص. طيب. خلص صرف. شو صار معك انت؟ انا بكره بدي اطلع على دوما. على حد علمي عن نبه. لك يا عم فوزية عدوما عدوما، كم مرة صار قايل لك بدي روح على دوما؟ لسه ترحشيني عن نبك؟ شو بدي ياخذني عن نبك؟ لا تواخذنا، لا تواخذنا اخي، لا تواخذنا تاج راسي. بدي روح اتاكد اذا كان هو ولا لا. ايوه، واذا طلع السند مزبوط. والله السند طلع مزبوط يا فوزية، هيك اخذ لي الشيخ عبد العليم، قال لي السند مزبوط. قولي على قامتي ان شاء الله، يعني الرجال اذا طلع صادق بدنا نطق ال 200 ورقه؟ ايه والله يا فوزيه بدنا نطق ال 200 ليره، بس منين بدي اجيب 200 ليره؟ والله ماني عارفه منين بدي اجيبهم، 200 ليره هدول يا فوزيه 200 ليره، لا ليره ولا ليرتين. الله يرحمك ويسامحك ويغفر لك يا ابي، حدا بيتدين 200 ليره، كنت اتدين لك ليره ليرتين. شو بيعرفني؟ روح اساله. لا جيبي جهد ابيتي. ليش هيك عم تعيط علي؟ ليش هيك عم تعيط علي؟ بعدين حاجتك رايح جاي رايح جاي عم تخفى. حط هالكسر الصفرة خلينا نتسمم ونتكورك. نسيان شغلة. شو نسيان؟ الخبز. ايه فوت جيب من النملية. لا نسيت جيب خبز. شو؟ مو احترق الفرن؟ يا علي عليك يا فوزية على الخبرية. 200 ليرة دي.
ايه والله يا عمتي 200 ليره ليره تنطح ليره. ما بعرف من وين اجتنا هالمصيبه. هلا طلع ابو بدر على النبك ليشوف المختار ويتاكد انه الرجال هو ذاته. دخلت بدي اسالك، شو معكم من ال 200 ليره اذا طلع الدين مزبوط؟ شو معنا من ال 200 ليره؟ يا حسرتي، شبنا امزكي، انت بتعرفي البيروغطا؟ اضرب عليكم، منين اجتكم هالمصيبه؟ منين؟ شو بيعرفني؟ قال 200 ليره قال، ولي على قامتك، ولي على قامتك يا فوز. لك حاجه تنقي حرقتي قلبي، قومي اعملي لنا فنجان قهوه، ولا اقول لك اعملي لي كاسه شراب التوت حتى روق دمي. تكرمي امزكي تكرمي، بس ادعي لي الله يفرج علينا. يا رب يفرج عليك وعلينا. يو 200 ليره دي؟ لك اذا نزلنا ابو بدر على السوق لنبيعه، ايه ما بيجيب 200 ليره يا حصرتي. والله قلوا الله واحد. لك عاصم مين هاي؟ شو بيعرفني يا ابو بدر؟ شو بيعرفني؟ سمعنا سمعنا. قولي على قامتي ان شاء الله. هاي مرة فوزية مرة. فوزية؟ اهلين ابو بدر، شو صار معك بالنبك؟ يلا بسرعة قل لي. لك شو اخذتي على النبك؟ على دوما يا اختي، على دوما. على دوما على دوما على دوما. طول بالك علي رح تجنني. اه لسه ترحشيني على النبك. لا تواخذني، شو صار معك بدوما؟ اسمعي بقول لك شغلي. يلا قل لي شو صار. في وحدة فرنجية اجت على الحارة وقعدت بالقهوة. يو فرنجية وقعدت بالقهوة؟ ايه وطالعة بالقرعة. وطلعت فيها؟ ايه. شو؟ لا ما طلعت فيها. ابو بدر طلعت ولا ما طلعت؟ يوصلني الخبر ها؟ لا لا ما طلعت، قعدت بالقهوة ودرت وشي، بس رجال الحارة قالوا لي انه هي اول ما وصلت على الحارة دغري سقطت فاتت على دكانة ابو عصام، بعدها طلعت قعدت بالقهوة. يا عيني يا عيني يا عيني على هالزمن اللي وصلنا له، فرنجية وبالقرعة وفاتت على دكانة ابو عصام. ايه وبعدين؟ وهلا راحت لعندها على البيت لابو عصام. يو 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 لك شو عم بيصير بالحارة؟ ايه بس اللي بحط لها قلب الكف انه اول ما وصلت فاتت لعندها على الدكانة لابو عصام. لك فهمنا انه فاتت لعندها على الدكانة، فهمنا. المهم انت شو صار معك بدوما؟ بشو؟ لك بالديني؟ والله طلع كلامه مزبوط يا فوزية. طلع كلامه مزبوط؟ ايه والله. ولي على قامتك يا فوزية، على مصيبة ولي على قامتك. شو اعمل هلا شيخي؟ والله اذا بدك تخفف الزم عن والدك بدك توفيهم يا ابو ودر. بس والله اختار يا شيخي، حابب اعمل هيك قصه بس والله كثير اختار. 200 ليره هدول حاكي للزلمه قال لي قصت لك ياهو، يعني مو كلهم دفعه وحده. بعدين شغلك يا ودر لساتك شغل قصتهم؟ ايه كل شهر اعطيه شوي ولا تفوت دور، وحاكي للزلمه بكل صدق قال له هاي طاعتي كل شهر. هيك قصتك شيخي؟ هذا عين الصواب يا ابو بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه والاكرام يا شيخي. ويا على عمتي شو بدي اشتغل؟ والله ما بعرف شو بدي اشتغل. لازم بالاول شوف ولا ابو الزين وشوف قديش بدي اقسط لي، بعدين افكر شو بدي اشتغل. كل بام يا ابو بدر. ابا الحبه رحتي طبختيها؟ يي على هالنسوه راح من بالي. يلا انا باكل عني وعنك. ان شاء الله صحتين، راح اكل خبزي انا. صحتين. انت بدك تروح لعنده؟ بكره ان شاء الله بدي انزل لعند منه وشوفه، بركي بيقسط لنا اياه هون. بده يقسطهم برضاه مو على كيفه. الزلمه يا صاحب حق يا فوزيه. لك بعرف بعرف، بس هدول 200 ورقه يا ابو بدر، 200 ورقه، كيف بدك تدفع له اياهم بفر طقه؟ مشان هيك رايح لعند منه مشان يقسط لنا اياه هون. ومن وين بدك تجيب القسطه يا بعدي؟ بدي اشتغل. ها وشو بدك تشتغل؟ شو بيعرفني؟ بدي اشتغل حي الله شغله، المهم خلي ابي يرتاح بقبره. الله يرحمه. امين. ابو بدر شو رايك تشوف ابو حاتم ليعطيك من صندوق الحاره؟ اه لك ايه، مو على اساس هن عاملينه للعازه يا بعدي؟ اي والله جبتيها يا فوزيه. لأم روح لعند منه وقال له يدينوني من صندوق الحاره. اكل بالاول. برجع برجع باكل برجع باكل. فشه تفضل يا اخي تفضل. فشه السلام عليكم تركي. وعليكم السلام عليك بدر. ان شاء الله مبروك الوصلة، اي ترزق الهي. لك الله يبارك فيك، خليني اياك يا بدر. تركي ما لازمك شي شغيل. شو شو؟ لك مو لنستفتح ونقول بسم الله، وقتها بنجيب شغيل اخي. لك بساعدك يعني، انت بتشك انا بشوي، او انا بشوي انت بتشك، يا انا بتشك انت بتشوي، يا انت بتشوي انا بتشك. لك شو احكي لك بدر، روح الله يرضى عليك روح اخي. وتمشي الشغل انا براسي بروح لعندك بقول لك تعال اشتغل معي ماشي. لك شنو رحت لعند ابو حاتم مشان يدينوني من صندوق هذا الحاره؟ ما عطوني، قالوا لي روح دبر شغل. بقى خليني اشتغل معك من هلا. لك بدر حبيبي وقت تصير شغل عندي براسي بيجيب لك تعال اشتغل. هوينا معلش بس هالمره خليني بغسل لك خضره بعمل لك. لك شو بدك بدر، عامل لك روح.
لك روح. بدي اعمل يا فهمي، والله حاسس ايدي مربطين، مالي عرفان شو بدي اعمل بوسط الديني. طالما انت قاعد وعم تندب مثل النسوان، حط لي ايديك مربطين. انا مثل النسوان يا فهمي؟ ايه نعم مثل النسوان. طيب شو اعمل؟ شو بتعمل؟ اول باشتان لازم تتكل على الله. ونعم بالله اتكل على الله. ثاني باشتان لازم تدور على شغل. لك ما حدا عم يرضى يشغلني. لك يا اخي ما بصير تقعد وتتكل على الله وبدك تشتغل، روح دور يا اخي. فهمت؟ افهمت. بعدين بدي اسالك، انت ليش ما بتتعلم القرايه والكتيبه؟ والله شيخ عبد العليم قال لي هيك نفس الشيء. طيب تعود مع الاولاد لعلمك القرايه والكتيبه. لك هلا انا بالقرايه والكتيبه ولا بدي لك يا فهمي؟ اه جاي عم اقول له انه انا بدي سد الدنب واللي روح اتعلم القرايه والكتيبه، هلا تتعلم القرايه والكتيبه لك قوس عندنا الدنب، والله خير شيء والله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا اعطيناه كل شهر ليره معناها بدنا 200 شهر لحتى نوفي الدينة. إيه بس يا ترى هو بيرضى كل شهر ليرة؟ ما رح يرضى. عالمقلية لازم أعطيه 5 ليرات. إذا أعطيته كل شهر 5 ليرات بيكون بدنا لحتى نوفي 200 ليرة كل شهر 5. يا رب يا رب هون علي هالحسبة. يا العام شو هالصوت هذا؟ معقول يكون جني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو جني انت بتعني ولك عبدا وجنيت انت؟ مينو هاد؟ فياد فياد. لك مين انت؟ مين انت ملك الجن؟ مين انت؟ اطلع عنك، اذا كنت زلمه ربطي اطلع عجيني ورا رجلك. ولك شبك فتت بالحيط ولك فياد؟ ولك شبك؟ ولك على اساس انت من قبضات العماره مع عماره؟ ولك انا بدر؟ لك شو صار لك؟ سمعت صوت دجة وأنا قاعد بالبيت ونسيت إنه أنت ساكن هون. أوه لا لا لا! لك يخرب بيتك بالحارة! لك شو صار لك؟ لك لك طبعاً لك! لك والله جيت على بيتك يا عبدو! إيه 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 إيه! البيت هذا مو كله لك! شو أمرت؟ شو يعني مو كله لي؟ لك يا العزو أبو محمود طلع حد مني وصية! وصية شو هاي؟ وين تتركها؟ قبل ما يموت! سألت محمد قبل ما يموت! إيه بعرف قبل ما يموت بس شو مكتوب فيها؟ لك شو بيعرف فيها؟ أنا بعرف أنا والله أخدهم! أجي أشوف! أهلا بدر! أهلا يا فيان! ما أي شواربك بدر! يلا اكيد اكيد جيب لي هالوصية لحتى اراها. لا اخي بكره من وراها عند الشيخ عبد العليم. لا بدر لك وين عم تحكي هالكلام هذا مشان تهرب من القتلة؟ لك لا يا اخي لاهلي بكره عند المختصر عم تتبين عن ام الشعر. شو شيخي شو؟ الوصية مضبوطة يا ابني وعليها ختم العادلية. والمعنى؟ المعنى النص البيت إلك يعني للست الوالدة، ونص التاني وقف للجامع لنعلم فيه الأولاد. إيوه
الله يرحمك يا ابو محمود يبارك فيك الله يرحمك. لكن شلون الله يرحمه؟ الله يرحم تراب ابروف. اب بدر معقول تتركها الوصيه لهلا؟ والله يا شيخي قصة هاي الدين نستني كل شيء. حصل خير حصل خير يا ابني يا فياض، ان الله راد اليوم المساء رح نجي نقسم البيت. مشي. مشي شيخي. والوصيه رح اتركها معي، انتوا الله معكم. يلا السلام عليكم، بس لا تضيعها، ما عندنا غيرها لاني. حاضر حاضر. لا 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 ل